في فرق بقى ما بين السيرفس والكومبوننت. السيرفس الاسطح، انا ايدي ليها كام سطح؟ سطح اللي هو ده والسطح ده هو ده. طب دي الاسطح. طب ايه الكومبوننت؟ لا ده صابع 2 3 4 5 والباطن الكف، ودي الكومبوننت. يبقى في فرق بين الكومبوننت والاسطح. السطح ده حاجه والكومبوننت حاجه ثانيه. الكومبوننت عندي ايه؟ يقول لحضرتك انا عندي 4 كومبوننت، يبقى انا عندي 3 سيرفيسز وعندي 4 كومبوننت. عظيم عظيم. ايه هما الكومبوننت الاربعه؟ يقول لحضرتك عندك اول حاجه الدنشر بيز. اول حاجه الدنشر بيز اللي هي حته الاكريله اللي احنا عمالين نلعب فيها كلنا كل شويه دي، الدنشر بيز هوريها لك دلوقتي. تاني حاجه حاجه اسمها الفلانج، الدنشر فلانج. تالت حاجه اسمها الدنشر بوردر. رابع حاجه اسمها الدنشر تيس. احنا من كل الاربعه اللي انت قلتهم احنا عارفين التيس، احنا عارفينها كويسه. تعالى اقول لحضرتك، تعالى نمسكهم حته حته. اول حاجه دكتور زي ما حضرتك شايف، تعالى نشرح على ده. اول حاجه من ضمن الكومبوننت الاسنان، زي ما حضرتك شايف السن كل الاسنان دي مع بعضها بتمثل الدنشر تيس. حلو حلو. الاسنان دي طايره في الهواء، لو بصيت الناحيه الثانيه فين باقي السنه؟ لا ما هي ملهاش باقي، هي بس بتدخل جوه الاكريل. الاكريل ده ليه سمك معين، هي زي التورته بالظبط. عارف لما تيجي تحط في التورته شمعه، هي الشمعه بتعدي من الترابيزه الناحيه الثانيه، هي بتدخل جوه التورته تمسك فيها وخلاص. فهي الاسنان داخله جوه الاكريل اللي هو ايه؟ الاكريل اللي هو اللون احمر ده اسمه اكريل. اكريل تمام. هي بتدخل جواه وتمسك وخلاص، تدخل جواه تمسك وخلاص. فانا عندي اول حاجه الاسنان، تاني حاجه هي ماسكه في ايه؟ ماسكه ما بنقولش عليها اكريل بقى، بنقول عليها الدنشر بيز، القاعده. الدنشر بيز اللي هي اللي ماسك فيها الاسنان، اللي هو الاكريل ده كله اللي ماسك فيه الاسنان الداخلي اللي هو ده، اللي هو ده كده اللي الاسنان ماسكه فيه، ده اسمه الدنشر بيز. حلو حلو. طيب كمان يا دكتور عندي حاجه اسمها الدنشر فلانج. ايه ده؟ شايفين حته الاكريل اللي واقفه بالطول دي؟ حته الاكريل اللي واقفه بالطول اللي هي دي، الجزء ده واقف بالطول والجزء ده واقف بالطول، بنسميها الفلانج. ايه الفلانج دي؟ يقول لحضرتك لو جيت على الكاست بتاع حضرتك كده اللي هو ده الاناتومي بتاع المريض، شايفين ده الفك، ده الفك اللي هو احنا زي ما حضرتك شايفين ده الفك. حلو حلو. ايه اللي تحت الفك ده؟ يعني ايه اللي انتوا شايفينه تحت الفك ده؟ الفك تحته فراغ كده، الفراغ ده بنسميه الفيستيبيول. يعني ايه الفيستيبيول؟ عارف انت لما تيجي تاكل اكل حلو كده تلاقي الاكل دخل بين سنانك وبين شفايفك وتقوم مطلع لسانك وتقعد تعمل كده وتحط صبعك كده وتلعب، هو ده الفيستيبيول اللي احنا نحط عليه صبعنا ده. بعد فقدان الاسنان الفيستيبيول ده بيفضل موجود بس بيقل شويه. طول ما الاسنان موجوده هو عميق، يعني تدخل بصبعك كده تلاقي عميق. لما اسنان تفقد بيفضل لسه موجود ويقل شويه. ايه الفيستيبيول ده؟ ده اللي موجود ما بين شفايفي والعظم بتاعي، او بين شفايفي وعظم الاسنان. فقدت الاسنان يبقى بين الشفايف والعظم، او تحت البقه الفيستيبيول. تقعد تطلع لسانك كده وتقعد تنفخ بقك عشان ايه؟ الاكل اللي موجود بين خدك والسنانك والعظم. لما تخلع الاسنان تفضل يفضل العظم، فيبقى عندي حاجه اسمها الفيستيبيول. ليبيا الفيستيبيول والبقه الفيستيبيول. ليبيا الفيستيبيول اللي هو الامامي ده، بقه الفيستيبيول اللي هو الخلفي زي ما حضرتك شايف ده، اللي هو ده المكان الخلفي، كل ده اسمه الفيستيبيول. طيب الدنشر بتاعنا بيبقى في حته اكريل تدخل جوه الفيستيبيول ده. تدخل ليه؟ اولا عشان تقفل على العظم من كل النواحي، فتبقى فترجعك تاني الحجم الطبيعي والطول الطبيعي والشكل الطبيعي اللون الطبيعي، وكمان عشان تاخد ريتنشن لما تمسك فيه يمسك كويس ما يقعش. فدي اسمها الفلانج، حته الدنشر اللي هتدخل جوه الفيستيبيول اسمها فلانج. يبقى تاني اول حاجه انا عندي السنان. السنان بتتحط فين؟ فوق الريدج. السنان دي طايره في الهواء؟ لا ماسكه في دنشر بيز. الدنشر بيز دي اللي ماسكه السنان. باقي الاكريل عباره عن فلانج، فلانج واقفه بالطول. الدنشر بيز نايمه بالعرض، محطوط فيها السنان مترصصه على طول الريدج. الفلانج واقفه بالطول عشان تدخل في الفيستيبيول من كل النواحي، ليبيال وبقل، ليبيال قدام وبقل وتحت، ليبيال وبقل ولينجوال كمان من كل النواحي، عشان يمسك الريدج كانه حزام محزم الريدج من كل النواحي عشان ما يقعش وعشان يغطيه وعشان يرجع له السكنس بتاعه وطوله الطبيعي وكل حاجه. فيبقى انا عندي اول حاجه يا دكتور التيس، التيس ماسكه في دنشر بيز، وعندي حاجه واقفه بالطول اسمها الفلانج. تمام. فاضل عندي حاجه اسمها البوردر. ايه بقى البوردر دي؟ يقول لحضرتك يا دكتور فاكر السيرفيسز اللي انا لسه جايبها لك من شويه دي؟ السيرفيسز دي الداخليه اسمها الفيتنج، حقيقي فعلا مصدقك، والخارجي اسمه البولج ده. ايوه عارف الحافه، الفرق ما بين البولجد والبولجد وال اللهم صل على سيدنا محمد والفيتنج، اسمه البوردر. يبقى ايه البوردر ده؟ هو الحافه، هو المنطقه الوسطى ما بين الجنه والنار. لما حضرتك تمشي كده انا ماشي على البوردر، انا ماشي على البوردر، ماشي على البوردر، ماشي على البوردر، ده هو البوردر بتاعي. يبقى ايه البوردر ده يا دكتور؟ هو الجنكشن ما بين البوليش ده من بره والفيتنج من جوه. كل اللي جواه فيتنج، كله بره بوليشد. تمام. يبقى اذا كسيرفيسز وكلوز البوليشد وايه
وفيتنج ككومبوننت تي اس دينشر بيس فلانج وبوردر. فهمتوا يا جماعه؟ اتمنى ان انتم تكونوا مستوعبين وفاهمين. نرجع بقى تاني لمرجعنا. ادي يا دكتور الكومبوننت، اول حاجه الدينشر بيس، تاني حاجه الفلانج، تالت حاجه البوردر الحافه النهائيه، ورابع حاجه الاسنان. هي دي الكومبوننت بتاعه الدينشر بتاعي او الكومبوننت دينشر بتاعي. تعال نمسك اول واحده فيهم، الدينشر بيز. الدينشر بيز ده عباره عن ايه؟ شويه اكريل ماسك فيه الاسنان، هو شويه اكريل بيرست على الاناتومي، هو نا هو هو نايم على الاناتومي او نايم على الريج، ماسك على اسمها الريج او الفاونديشن. كلمه فاونديشن تيشو، عارفين انت الفاونديشن يعني ايه؟ عارف لما يبقى انت الاوضه بتاعتك كبيره، فين الحته اللي انت بتنام فيها اسمها الفاونديشن، الحته اللي انت بتستقر عندها او الكرسي اللي انت دايما تقعد عليه. فالدنشر بيركب على اماكن معينه، الاماكن دي اسمها الفاونديشن تيشو، اللي هو الريج والبلت والحتت اللي احنا اتكلمنا عليها. فالدنشر بيز بتنام على الفاونديشن تيشو، بتضغط عليه عشان تاخد يضغط عليه ياخد منها السبورت. وكمان مش بس كده، بيتحط فيها الاسنان، يبقى هي بيتضغط على الاسنان، بتبقى جواها ماسكه الاسنان، وبالتالي هي مهمه جدا عشان الاسنان تفضل في مكانها، وبالتالي هي مهمه عشان اعرف اكل، ومهمه عشان اعرف امضغ، ومهمه عشان كل الكلام ده. الدنشر بيز دي اللي هي نايمه وماسكه فيها الاسنان، ممكن تكون من الاكريل زي ما حضراتكم شايفين، ده اكريل ماسك فيه الاسنان، وممكن يكون معدن وماسك فيه الاسنان، ممكن تكون ميتال وممكن تكون اكريل، ممكن نعملها معدن وممكن نعملها اكريل، بس احنا في الغالب بنعملها اكريل. عظيم عظيم. يبقى الدنشر بيز دي ممكن تكون اكريل، ممكن تكون معدن، بس احنا بنعملها غالبا اكريل. طيب دي تاني حاجه، اول حاجه. تاني حاجه الاسنان، والاسنان دي يا دكتور هي اللي بتدخل جوه الدنشر بيز عشان تبقى فوق الريج، فوق الريج اللي هو الفك اللي فقد كل اسنانه، بنحط الاسنان فوقيه، بس مش طايره في الهواء، ماسكه في اكريل. والاسنان دي بتبوظ او بتاكلود مع البوزنج ليها عشان نعرف ناكل. طب الاسنان دي ممكن تكون الماتيريال بتاعتها ايه؟ اكريل برضو. بنستخدم الاسنان دي غالبا بتكون اكريل، يعني الدنشر بيز اكريل والاسنان اكريل. واحيانا ممكن ما نستخدمش اسنان اكريل، نستخدم اسنان بورسلين، نوع الماتيريال اسمه بورسلين. يبقى الماتيريال يا اكريل يا بورسلين في الاسنان. يبقى انا كده عرفت الاسنان والدنشر بيز. حلو حلو. تالت حاجه الفلانج. الفلانج ده ايه؟ هو حد هي نفس الماده بتاعتنا، واكريل برضو زي الدنشر بيز، بس بدل ما نايمه والاسنان موجوده فيها، واقفه بالطول وداخله جوه فيستيبيول. يبقى ايه الفلانج ده يا دكتور؟ هي بارت من الدنشر بيز، هي حته من الدنشر بيز بس واقفه بالطول. واقفه بالطول، بدايتها فين؟ بدايتها السيرفايكال اند بتاع الاسنان. مش فاهم؟ ادي يا دكتور تعالى افهمك. شايف الاسنان؟ اه. فين السيرفايكال اند بتاع الاسنان؟ ما هي دي السيرفايكال اند بتاع الاسنان. ما هي دي السيرفايكال اند بتاع الاسنان. فين الفلانج؟ بدايتها السيرفايكال اند بتاع الاسنان ونهايتها البوردر. تفضل ماشي بالطول كده، بلاد تشيلك وبلاد تحطك، بلاد تشيلك وبلاد تحط، لغايه لما تطلع فوق وتوصل لحد البوردر. كل دي اسمها الفلانج. كل بالطول بقى كده، كل ده اسمه الفلانج. يبقى ايه هو الدنشر فلانج يا دكتور؟ هي الاريا من الدنشر بيز او بارت من الدنشر بيز، بدايته مين؟ السيرفايكال اند بتاع الاسنان، ونهايته البوردر، نهايته الحافه اللي بعدها تدخل جوه الفيتنج. طيب بيعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ وظيفتها ببساطه شديده جدا ان هي تدخل جوه الفيستيبيول عشان تمسك كويس. فلما تمسك كويس يقول لك ان هي بتعمل حاجه اسمها بريفرال سيل. مش فاهم يعني ايه بريفرال سيل؟ يعني ايه كلمه بريفرال سيل؟ يعني عارف كلمه سيل؟ يعني عارف كلمه سيل يعني اللي هو المانع، الحاجز، اللي هو الصداد. بمعنى الدنشر ده مش ليه طرف نهائي، هو ده الطرف النهائي بتاعه اللي هو الجزء اللي بيدخل جوه الفيستيبيول، بيقفل كويس قوي قوي فيمنع اي اكل يدخل او ميه تدخل او الدنشر يقع. فيقول لك هي تدخل جوه الفيستيبيول وتقفل كويس، فتعمل بريفرال طرفي نهائي عند الحدود، سيل يعني قفل كويس، زي بالظبط لما يبقى بلدنا مصر كده ليها حدود كبيره. فانا عامل جزء من قوه الجيش اسمها حرس الحدود. ايه دور حرس الحدود؟ ملهمش دعوه باللي بيحصل جوه، انت دورك اللي بيحصل على الحدود، عن الحافه. طب انا بعمل ايه؟ واقف تراقب الامن والامان عشان ما فيش اي مشاكل تحصل على الحدود. فالفلانج هو جزء من الدنشر اللي مهمتها الحدود. فين الحدود؟ نهايه الدنشر. ونهايه الدنشر فين؟ يدخل جوه الفيستيبيول كامل لحد ما يوصل لعمق الفيستيبيول ويقف. تضغط في هذا العمق وتقفل جامد كويس قوي وتبقى قافله كويس، تمنع الدنشر يخرج، تمنع الحاجه تدخل جواه، تمنع الاكل يدخل تحت الدنشر، تمنع الميه تدخل تحت الدنشر. فبتعمل حاجه اسمها البريفرال سيل. طيب دي فهمتها البريفرال سيل. امال ايه الثانيه دي؟ الهوريزونتال استابيليتي. دي معناها ايه؟ ما هي الفلانج دي لما تبقى واقفه بالطول تيجي تحرك الدنشر انت بالعرض ما يتحركش.
يعني ايه هوريزونتال استابيليتي؟ دلوقتي نفترض ان الفلانج دي مش موجوده، مش موجوده خالص، الاسنان محطوطه على الريدج والدنشر هو موجود على البلد بس. لو جيت تخبط الدنشر ده بالجنب هيتحرك معاك، مفيش اي حاجه تصد انه يتحرك. لكن لما يبقى واقف له حاجه واقفه بالطول يجي يتحرك يخبط في مين؟ يخبط في العظم. ما هو ده محوط طالع فوق بطول بعمق العظم وقافل عليه من كل ناحيه، يجي يتحرك بالجنب العظم يمنعه، يجي يتحرك بالجنب الثاني العظم يمنعه. طب لو مش موجود يجي يتحرك مفيش حاجه تمنعه. فهو بيعمل حاجه اسمها هوريزونتال استابيليتي اللي هو مانع الحركه بالجنب. يبقى هو بيعمل بريفرال سيل وهوريزونتال استابيليتي. يبقى من ضمن اهم الحاجات اللي موجوده في الدنشر بتاعي هي في الدنشر فلانجز، غايه في الاهميه كاستابيليتي عشان تديني استابيليتي، هوريزونتال استابيليتي تحديدا وبريفرال سيل يا دكتور. طيب اخر حاجه الدنشر بوردر. ايه هو البوردر؟ هو الجانكشن احنا قلنا ما بين البوليش سيرفيس والفيتنج سيرفيس او الامبريشن سيرفيس. يبقى انا كده عرفت الاربع كومبوننت، التيس، الدنشر بيز، الفلانجز، وال اللهم صل على محمد، البوردر. طيب الفلانج يقول لحضرتك انا عندي ثلاث انواع من الفلانج. ليه؟ على حسب المكان. لو موجوده واقفه ورا الليب يبقى واقفه في ليبيال فيستيبيول نسميها ليبيال فلانج، ولو موجوده واقفه ورا التشيك يبقى نسميها بكل داخله جوه بكل فيستيبيول نسميها بكل فلانج، ولو موجوده واقفه قدام اللسان من في اللور دنشر واقفه ورا اللسان يعني المريض يلبسها يبقى اللسان هو اللي نايم عليها نسميها، يبقى هي واقفه في لينجوال فيستيبيول يبقى واقفه يبقى اسمها لينجوال فلانج. عشان تفهموا اكتر تعالوا نشوف النموذج ده. بص يا دكتور، اللهم صل على محمد، الجزء ده كل دي على بعضها اسمها فلانج، من اول هنا كده لحد الناحيه الثانيه اسمها فلانج، بس عارف من ده النص ده الميد لاين اهو بتاعي، ده خط المنتصف، الخط المنتصف ده الخط المنتصف اهو يا دكتور، الخط المنتصف ده لحد هنا كده الجزء ده اسمه الليبيال فلانج لانه واقف وراء الليب. طب من اول هنا لحد الاخر الجزء ده اسمه البكال فلانج. ليه؟ لانه واقف وراء التشيك، ده في الابر دنشر، يبقى دي اسمها الليبيال فلانج وده اسمه البكال فلانج. ده تقسيمه اناتوميكال بس يعني على حسب المكان، لكن ملهاش علاقه باي يعني، هو نفس دي فلانج ودي فلانج عادي خالص، هي بس على حسب المكان. لو حضرتك جيت بصيت ابر دنشر اهو من هنا كده لهنا دي اسمها الليبيال فلانج، ودي برضو ليبيال فلانج الناحيه الثانيه، واللي وراها دي بكال فلانج، واللي وراها الناحيه الثانيه بكال فلانج. حلو حلو، ده النوعين اهم اللي احنا قلنا عليهم ليبيال وبك. حلو جدا حلو جدا. طيب اللينجوال فلانج يا دكتور ده ابر كاست يا دكتور اهو، ده الليبيال فيستيبيول، الحته من الدنشر اللي هتتحط في الليبيال فيستيبيول واقفه هنا في الليبيال فيستيبيول اسمها ليبيال فلانج، والحته من الدنشر اللي هتتحط في البكال فيستيبيول هنا كده اسمها البكال فلانج. يبقى على حسب المكان ليبيال فيستيبيول ولا بكال فيستيبيول. حلو حلو، ده الابر دنشر. طب ده اللور دنشر، تجد بقى ان اللور دنشر الوضع بيختلف شويه. ايه بقى الوضع اللي بيختلف في اللور دنشر؟ اللور دنشر عنده هنا ليبيال فيستيبيول عادي خالص، تعال نكبر عشان نشوف احسن، عنده ليبيال فيستيبيول عادي خالص وعنده بكال فيستيبيول صح. طيب الجزء اللي ورا، الجزء اللي ورا بقى مش هارد بلت ومكان فاضي، امال ايه؟ ده مكان فيه اللسان وبرده فيه فيستيبيول، الابر فيه ليبيال فيستيبيول وبكال فيستيبيول، من ورا الناحيه الثانيه اللي هو البلت مفيش فيستيبيول، ده هو مكان مفتوح زي النادي او الساحه، مكان مفتوح خالص. لكن الفيستيبيول ما يبقاش اسمه فيستيبيول الا ما يبقى جيب، يعني متحط من ناحيتين بحاجه، في حاجه مخبيه عليه من الناحيه دي وحاجه مخبيه عليه الناحيه الثانيه، يسموها فيستيبيول. لكن مكان مفتوح ما يبقاش اسمه فيستيبيول. فانا عندي ليبيال فيستيبيول مقفول مغطي عليه الليب ووراه العظم، بكال فيستيبيول مغطي عليه الخد ووراه العظم، الناحيه الثانيه البلد ده مكان مفتوح ما فيش حاجه مغطياه. طب تحت عندي الليبيال فيستيبيول الليب وراها العظم، بكال فيستيبيول التشيك او الخد وراها العظم. طب الناحيه اللي جوه، الناحيه اللي جوه اللسان وقدامه العظم، فمتغط مكان يعني مستخبي ما بين اللسان والعظم نسميه اللينجوال فيستيبيول اللي هو ده كده، كل ده اسمه اللينجوال فيستيبيول بالطول كده اسمه اللينجوال فيستيبيول بالكامل اسمه لينجوال فيستيبيول. لكن اللي قدام اسمه الجزء الامامي منه ليبيال والجزء الخلفي منه بكال، كذلك الحال هنا برضو بكال فيستيبيول. يبقى انا عندي ليبيال فيستيبيول واثنين بكال فيستيبيول قدام، ولكن ورا في لينجوال فيستيبيول بالكامل، اللينجوال فيستيبيول ده يدخل فيه جواه فلانج ونسميه لينجوال فلانج، بسيطه جدا. يبقى فاهمين يا جماعه؟
فهمتوا ايه الفرق بين الفيستيبيول واي حاجه تانية غير الفيستيبيول؟ اه فهمنا يا دكتور. يبقى احنا كده مستوعبين استيعاب كامل يعني ايه السيرفيسز. وادي يا دكتور الليبيا الفلانج جوه ليبيا الفيستيبيول عشان تعمل ليب سبورت، بقى الفلانج جوه بقى الفيستيبيول عشان تعمل بقى او تشيك سبورت، واللينجوال الفلانج موجوده جوه حاجه اسمها لينجوال فيستيبيول. لينجوال فيستيبيول ده نسميه ليه اسم كده؟ ده اللي اسمه الالفيولينجوال سالكس. هو اللينجوال فيستيبيول، هو اللينجوال فيستيبيول ده متحط بايه؟ مش بالبون من قدام والطنج من ورا. البون ده بنسميه ده اللي هو ايه؟ الالفولار بون. والطنج اسمه ايه؟ اللينجوال اللي هو اللينجوال، نسموه الالفيولينجوال سالكس. الفيو من الالفولار بون، لينجوال يعني الطنج، سالكس يعني الفراغ اللي ما بين الالفولار بون والطنج. فعايز تقول عليه لينجوال فيستيبيول قول، عايز تقول عليه الالفيولينجوال سالكس قول، الاثنين بيدلوا على حاجه واحده. زي ما قلت لك تاني، انت ياسمين وبيقولوا لك يا سمسمه، عادي ما مختلف التسميات عادي، ما فيش ما يجراش حاجه. يبقى الفيولينجوال سالكس هو اللينجوال فيستيبيول يا دكتور، وبيدخل جواه اللينجوال في لانج. طيب عشان تفهموا برضو حته اللينجوال في لانج واهميتها، عايزكم برضو تشوفوا هذا الفيديو عشان تستوعبوا اهميه الموضوع. تعالوا كده الدنشر ده، او اللي المفروض يبقى دنشر في المستقبل، انا عايز اسيب الصوت عشان تسمعه كده. هو دلوقتي سيتد في مكانه، يعني دخل في مكانه وماسك في الاناتومي كويس، والمسلز طبعت من حواليه، يجي الدكتور يشده ماسك كويس. ايه اللي مخليه ماسك كويس ما بيتشدش؟ ايه؟ الفلانج هي اللي خليها ماسك كويس، البريفرال سيل. سمعتوا الصوت ده؟ صوت الخلع. ما اتخلعش من مكانه، شايفين؟ اسمعوا تاني الصوت ده، مش هيخرج من مكانه الا ما يحصل حاجه. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ اولا الصوت اللي انتوا سمعتوه ده صوت اللي هو حاجه حصل، عمليه تفريغ هواء وهواء دخل. اللي عمله الدكتور ان طول ما انت بتشد عمره ما هيطلع. ليه؟ في تفريغ، الا طبعا لو يعني اتعافيت عليه هيطلع عادي، لكن بالقوه العاديه مش هيطلع. ليه؟ هو ماسك كويس قوي وفي تفريغ هواء بين الدنشر لانه قافل البريفر سيل، تفريغ هواء، تيجي تشد ما يطلعش. عشان دي يطلع هتعمل حاجه واحده بس، تقوم حاطط صبعك جوه الفيستيبيول، تحط صبعك تضغط عليه الهواء يدخل يتشال. عارفين انتوا لما يبقى عندك حتتين ازاز ومهما تشد فيهم بينهم نقطه ميه، مهما تشد فيهم مش هيطلعوا، في تفريغ هواء. زي بالظبط صبعي او ايديا لما انا، يعني نفس الكلام ده، انتوا كنتوا تلعبوا اللعبه دي زمان كتير، من يقوم جايب ايدي دي ويقوم جايب ايده دي ويقعد يعمل كده ويقعد يحركها بحركات معينه لغايه لما يفرغ الهواء، يجي يشدهم من بعض يحس حتى صوت الهواء بتسمعه، اللي هو فكره تفريغ الهواء بعد كده الهواء يدخل فتسمعه. شايفين الحركه دي او الصوت ده؟ هو مساله ان بس انت فرغت الهواء. الدنشر نفس الكلام برضه، مش هيطلع لما نفرغ الهواء ويدخل، ده لو كان معمول صح. طبعا لو معمول غلط لو حطيته بس كده بيقع، الحق امسك حد يمسك، هتلاقيه بيقع لوحده. فلازم نعمل دنشر صح عشان نتاكد ان هو صح. يبقى احنا دورنا دكاتره دلوقتي بعد ما عرفنا الفانكشن اوف كومبليت دنشر، وبعد ما عرفنا السيرفيسز اوف كومبليت دنشر، وبعد ما عرفنا الكومبوننت اوف كومبليت دنشر، وبعد ما عرفنا يعني ايه بريفرال سيل وهوريزونتال ستابيليتي، دورنا دلوقتي من خلال الخطوات، من خلال الكلينيكال اند لابوراتوري ستيبس، ان احنا نعرف نحول الراجل ده للراجل ده، هنعمل الدنشر بتاعنا ازاي. هو ده بقى باقي المنهج بتاعنا كله، هو ده الكلينيكال اند لابوراتوري ستيبس فور كومبليت دنشر كونستراكشن. ده باقي المنهج كله، يعني احنا كده خلصنا وفاضل لنا جزء ده بس، المنهج كله. بس المنهج كله بقى اللي باقي من المنهج كبير جدا، يعني عشان تبقوا فاهمين بس ومستوعبين، انا عندي حاجه اسمها الكلينيكال ستيبس وعندي حاجه اسمها اللابوراتوري ستيبس. ايه الكلينيكال؟ الكلينيكال ده اللي انا بعمله كدكتور، انا وانت وحضرتك وحضرتك يا دكتور هتعملوه في عيادتكم. امال ايه اللابوراتوري ستيبس؟ المعمل اللي شغال معاك بيكملك، كل خطوه بتعملها كلينيكال هو لازم يعمل قصادها خطوه لابوراتوري، ويبعت لك تعمل خطوه كلينيكال وتبعت له اعمل الخطوه بتاعتك، بعت لي اعمل الخطوه بتاعتك، اعمل الخطوه بتاعتك، وهكذا لغايه لما نوصل لمرحله الدليفري في الاخر انا اسلم المريض. يبقى الكومبليت دنشر كلينيكال ستيبس خمس خطوات مهمين الدكتور بيعملهم، وفي المقابل زيهم كده المعمل بيعملهم ويشتغلهم. الخطوات دي لازم تتم بصوره صحيحه، وما ينفعش ادخل في الخطوه اللي بعدها لما اللي قبلها تكون تمت بصوره صحيحه، تناغم مستمر، كلينيكال اند لابوراتوري ستيبس. كل خطوه من دول هو شابتر، يعني دايجنوزس اند اكزامينيشن تشابتر، الماوس بريبريشن تشابتر، البرايمري امبريشن تشابتر،
ان انت تعمل بورنج بورنج للامبريشن وتعمل بوكسنج ان ده تشابتر، ان انت تعمل فاينل امبريشن تشابتر، الاوكلوجن بلوك تشابتر، وهكذا الجو ريليشن تشابتر وهكذا. كل دي كل خطوه من الخطوات دي تشابتر منفصل بالكامل بصفحاته بتفاصيله بمعلوماته بكل ما يتعلق بيه. حلو، احنا ندرس ايه في المنهج بتاعنا؟ احنا ندرس دول اللابوراتوري ستيبس. عشان انا دكتور اسنان مش المفروض ادرس ده؟ هتدرسه في الكلينيكال كورس، احنا بري كلينيكال كورس هتدرس ده. طب ليه؟ ليه بدرس البري كلينيكال كورس؟ اولا قبل ما تدرس ايه اللي المفروض تعمله كدكتور اسنان، المفروض تدرس ايه اللي المعمل بيقدمه لك عشان انت تعرف تشتغل كدكتور اسنان. فاحنا هنشرح لك ده في ضوء ده برضو، يعني احنا مش هنكون بمعزل عن ده، كل ده هنتكلم عنه ونشرحه بالتفصيل كمان. بس انا كل هدفي انك تفهم ده كويس، تفهم بتاع المعمل بيعمل ايه، انت قبل ما هو يشتغل بتعمل له ايه، وانت وهو المفروض يعمل لك ايه عشان ترجع انت تاني تشتغل بصوره صحيحه. يعني من الاخر احنا هندرس كل الخطوات بالكامل، بس هنركز قوي مع اللابوراتوري ستيبس، نعرف تفاصيلها وكل ازاي بتتعمل بكل المعلومات الخاصه بيها في المعمل، نظري وعملي ومعملي بكل ما يتعلق بها من تفاصيل، عشان حضرتك في النهايه تحصل على المعلومه الكامله. ايه بقى المعلومه الكامله؟ المعمل بيشتغل ازاي عشان انا اتاهل ان انا اشتغل ازاي. ففي البري كلينيكال كورس حضرتك هتدرس كل الخطوات دي بالتفصيل، وهتيجي تاني في الكلينيكال كورس تدرس كل ده بالتفصيل تاني. فمن الاخر اللي هيدرس الكورس بتاعنا كبري كلينيكال كويس هيرتاح في الكلينيكال، لان انا هشرح له كل حاجه بالتفصيل وهقول له ايه اللي المفروض المعمل يعمله له عشان هو يشتغل صح، وكل ده هيبقى عنده معلومه اساسيه مسبقه عنه. فلما يجي يشرح او يذاكر الكلينيكال ان شاء الله في المستقبل هيلاقي الدنيا معاه بسيطه. فاللي هيتاسس معانا النهارده صح هيرتاح في الكلينيكال في المستقبل، وكمان هيعرف يتعامل مع المعمل بتاعه في المستقبل. افرض انت خلصت شغلك وجيت تشتغل كدكتور اسنان، خلصت كليتك وجيت تشتغل، لقيت بتاع المعمل بينصب عليك، او لقيت بتاع المعمل بيوجهك غلط، او عامل لك شغل غلط، ازاي تعرف الصح من الغلط؟ طب عرفت ان هو عامل لك حاجه غلط، ازاي توجهه انه يعرف يعمل لك الصح؟ ازاي تقول له انا مش عايز ده، انا عايز دي، ايه دي بقى؟ طب بتتعامل ازاي؟ ما انا مش فاهم. تخيل كده انا عمال عاوز اوصف لك حاجه ريحتها، يعني ريحتها انا بس اللي شممها، يعني انا عارف ان هي موجوده بس مش عارف انقلها لك. ما انت ما كنتش عارف المعلومه وتقدر تصيغها لي في صوره معلومات واضحه عشان توجهني، انا عمري ما هوصل للاحساس اللي انت واصل لك ده، ولا هفهم انت عايز ايه اصلا. فلازم تتعلم تعمل كوميونيكيشن كويس مع المعمل، تعرف شغل المعمل بيتم ازاي، تعرف الاخطاء بتاعته ايه عشان نتلافاها، تعرف الصح ازاي بيتعمل عشان انت افرض انت احتاجت تعمل معمل داخل عيادتك، تعرف برضو بتاع المعمل الفني يشتغل ازاي. في ناس كتير بتفتح معامل في عيادتها، وفي ناس كتير بتسيب الطب وتعمل معامل في طب الاسنان ويبقى معمل متميز، لان في فرق بين معمل بيديره فني معمل ومعمل بيديره دكتور اسنان، حاجه ثانيه طبعا. فانك دراستك لجزء البري كلينيكال بيفرق عليك في حاجات كتير، وبيريحك بعدين، بيريحك في جزء الكلينيكال في المستقبل، بيريحك لو انت عايز تفتح مشروع اضافي بجانب العياده ك لابوراتوري او دنتال لاب ليك، بيريحك لو انت عايز تتعامل مع معمل، حتى لو مش هتشتغل بتفتح انت معمل خاص بيك هتشتغل مع معمل، لازم تشتغل مع معمل تعرف الصح والغلط وايه الغلط وحصل ليه وازاي نتفاداه وايه الصح وازاي نعمله وهكذا. فكل ده مهم جدا، ناهيك ان هو يهلك ان شاء الله في المستقبل لفهم الكلينيكال كورس بصوره صحيحه. ففي النهايه انت كسبان ان شاء الله درجات وتقدير وفهم وثقافه عامه على المستوى، واوعدكم ان شاء الله في نهايه وختام هذا الكورس ان انتوا هتبقوا مؤهلين في ماده البروسيس بشكل كبير. ده اللي احنا بنبتغيه وبنتطلب من حضرتك المعاونه المسانده لده عشان نقدر نعمله بصوره صحيحه. مش هقدر اعمل ده لوحدي الا لو انت عاونتني بفهم ومذاكره مستمره وتتابعوا معايا في المذاكره للمحاضرات والشرح الليكتشرز اللي احنا بننزلها، وكمان حل الامتحانات والتدريبات اللي بتتعمل بصوره دوريه. يعني لحد هنا احنا يعتبر خلصنا الجزء ده من المحاضره، وهننتقل ان شاء الله بامر الله عز وجل في الفيديو القادم عشان نبدا نتكلم على هذه الستبس. وقبل ما ابدا باول شابتر، انا مهتم جدا ان انا اديك زي نقدر نقول هنت بسيط للخطوات دي بتتم ازاي، بحيث انك تكون فاهمها ومستوعبها كويس، واجيب لحضرتك فيديوهات على هذه الخطوات عشان تعرف ازاي بتتم داخل فم المريض بصوره صحيحه. يعني انا مش بس هقول لك اسماء الستبس وخلاص كده وبس، لا انا هقول لك شرح وافي لهذا الستبس عشان يبقى عندك تخيل. انا قلت لك التشابترز اللي احنا هندرسها ما هو الا ستيب خطوه واحده، ونقعد ندرسها كلها بتفاصيلها، بعد كده خلصناها ندخل على التشابتر اللي بعده خطوه كمان، التشابتر اللي بعده خطوه كمان، يعني كل تشابتر عندنا في المنهج ما هو الا خطوه. طب لو من البدايه اصلا مش عارف الخطوات دي عباره عن ايه وكل خطوه معناها ايه وتناغم الخطوات دي مع بعضها، هتلاقيني بشرح لك الخطوه رقم 2 بس عشان تفهمها لازم تكون فاهم الخطوه رقم 4، لان وانا بعمل 2 انا قصدي اعمل حاجه تساعدني في 4. طب لو انت اصلا مش عارف 4
عمرك ما هتفهم المعلومه اللي انا بقولها لك. يبقى انا هنبدا بشرح الستبس كلها بشكل بسيط، بشكل مش مفصل ولا حاجه، ولكن شكل ايه يديك معلومه بس، وبعدين نبدا بقى بشكل مفصل نمسكهم خطوه خطوه نتكلم عليهم. لكن مهم قوي تعرف الخطوات ككل عشان تقدر تمشي في باقي المنهج ان شاء الله بصوره صحيحه. هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في باقي هذا المنهج. انا هشام السعودي، وده كورس الموفبل برسونتكس من دكتور اتش. سعيد جدا بتواجدي معاكم، وان شاء الله انتم كمان تكونوا سعداء بتواجدكم معانا. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.